قشور وقطع خمير. غير القلم والقطعه ما بتكلم معاكم، غير القلم مع الزول للقشور بس خليك كلكم ضغط رب. واحد من العساكر والتدلل الروح الكتر ده داخل ناس ناس يتكلم مخطين بس مع كل الوقت اللي هو بس الناس يمشي في شنو؟ في عسكري طلع ورا طلع برا يعني في نادي المشاويش ده داخل المشاويش المشاويش قال خلاص بين هنا فعلا ما عندنا أوامر عشان نحن نسلموه وما في أمر من غيره زي ما أنت بتقول لكن هنا في عمليات حسب الوضع ده ما في طريق الا نحن نشيلوك ربطة الشيلوني الاول خلينا نشيلوك للبيت بتاع بني بني منون بني سانتا كروز انا قلت لي يا ريهنا معي الاسره بتاعتي كان معانا في البيت زوجتي وخالاتي الاثنين. واخواني وراس. راس بتاعي من داير. شالوا السلاح وغاز والدفاير لأن جزء منهم باعوا قطع. وأنا قلت له أوكي مديرين عشان يشيلوني البيت بتاع بيت سلفا ما في مشكلة نمشي نمشي مع الأولاد بتاعي كلهم. بدأنا نركبه في العربية. نعم. بدأنا نركبه في العربات وفي جوطة من العساكر جات وتشتموا وتكلموا كثير
هل الدوسرة بتاعي يركب معي، هل معي دور تبشروني براي، كان كلام بجوز. كنا بنناقش معهم هل هم يسوقوا العربية والسواق بتاعي، يسوق أنا
عربية عربية بتاعتها وسام العربية برئاسة بيحصل اعتبالات لكن يكون فيه اعتبالات